FM. الكلمة ليك. Headlines. نبداو بالكونفرنس دو بريس اللي عقدتها البارح سيراجا هيئة الدفاع المعنية بقضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد، فما مجموعة من المحامين إضافة إلى زوجة الشهيد. أهم العناوين الصادرة في الشروق: قاضي التحقيق متواطئ ووزير العدل يتنصل، هذا في جريدة الشروق ألا يون، عنوان كبير برشا. ثم في جريدة المغرب هيئة الدفاع في قضية شكري بالعيد تقول: لا يوجد تقدم في الملف وهناك مغالطات وتهرب من المسؤولية، إضافة إلى جورنال الصحافة وين فما عنوان: كل الأطراف المتدخلة اجتمعت واتفقت على تضييع الحقيقة. جوست آخر كلمة سيراجا، وأنه ما ننساش الوعود الانتخابية للباجي قايد السبسي، وين قال: قضية هذه راهي قضيتي أنا، وشكري بالعيد كان ولدي وكان حتى زميل في نفس السلك المحاماة، نجيبه ونوريه الحقيقة ونجيبه المتهمين. لكن اليوم هو وصلنا آخر ما يهم قضية اغتيال شكري بالعيد. والله يتوى الدنيا صباح والناس معمل على ربي والأولاد ماشيين المكتب هيتنبيو بالحديقة التونسية بالبستان التونسي. نحبوش نكدروا الناس على الصباح، لكن الأشياء اللي تقالت البارح حول الشهيد شكري بالعيد والجريمة النكرة اللي قضت عليه كالصباح التعيس في المنزه باقية كأنها جرح في الجسد التونسي، جرح كبير، جرح كبير كجرح الجريمة اللي قضت على الحاج الإبراهيمي ذاك الصباح في 25 جويلية. هالجراح هذه ما تطفى إلا بالعدالة، ما تطفى إلا بأن تقوم العدالة التونسية المحترمة بواجبها. البارح وكأني حضرت على محاكمة العدالة التونسية، وزير العدل وقاضي التحقيق على المحك، المحامين متاع اللجنة السيدة بسمة بالعيد، الناس الكل يحاكموا في جهاز العدالة التونسية، وهذا شيء مش معقول. مش معقول أن العدالة تخلي روحها في هالموقف هذا. ما سمعتش وزير العدل أنا إلى حد الآن، ما سمعتوش في أي تصريح. قاضي التحقيق ما عندوش الحق باش يتكلم بالطبيعة أكيد، ولكن التهم التي وجهت إليه تهم متاع إجرام، مش لعب. هذا شيء مش معقول يا ناس. رو حتى إذا استنسنا احنا بنوع من التشنج بالتنرفيز متاع التوانسة بالكلام الفارغ الهزان والنفضة، لكن راهو مش معقول. ما ثماش بلاد ديمقراطية يكون فيها الكلام على قاضي تحقيق ويجرم دون ردة فعل. كلامك يا هذا في النافخات زمرا، مش معقول. ما يلزمناش نستانسوا بأن تنزل العدالة إلى هذا المستوى. هذا بالطبيعة مش لجميع القضاة ولكل جهاز العدالة، لكن العدالة على المحك. يا سيد الوزير افصح، صرح، خذ موقف. البارح محامي المحامين يقول السيد الوزير تقول عليه مش وزير العدل، تقول عليه ضيف في وزارة العدالة. هذا ما نظنوش، لأنه أستاذ فاضل، أستاذ جامعي ألمعي وفاضل وإنسان عنده مستوى كبير علمي، لكن المسؤولية سياسية راهو ما نغلطوش. جستومون سيراجيك كنا نتكلم فيها توا ولا فعلا. علاش أنا قلت لك نرجع إلى كلام سيلباجي قايد السبسي. سيلباجي قايد السبسي إنسان يحب شكري بالعيد لأنه كان زميل في قصر العدالة ويحترمه، على الرغم من أنهم ينتميوا لعائلتين سياسيتين متناقضتين. شكري بالعيد من أقصى اليسار، هات نذكره، وسيلباجي في الإرث البرجيبي، معناها في الحزب الدستوري وفي الحزب الاشتراكي الديمقراطي نقوله في تاريخ السياسة التونسية. لكن هذا ما يعنيش أنه ما ثماش تضامن بين المحامين. يعني بالطبيعة كإنسان سيلباجي باش يحس على شكر بالعيد لكن الجريمة، ومشار نهارتها للدار نتفكروه، باش يعزي الأرملة وباش يشوف عائلته بوه وخوه وكذا. لكن الأساس المشكلة هذه هو أنه الأساس هو أن الجهاز العدالة يزمو يخدم خدمته.
مش ماهيش الاحاسيس الجياشه والاخويه والمهنيه، لا لا، يلزم جهاز العداله يقوم بخدمته، يلزم يكون هو اليوم على مقدمه الاحداث، يلزم هو ياخذ الدور الرئيسي في المشهد، المشهد اللي حول هالجرائم النكره التي لم تجد جوابا للراي العام، والراي العام الكل هكا يشاطرنا راهو في هالموقف هذا، الناس كل ماذا بها يقاتل الروح وين تروح؟ باهي مات القذقاذي، قضت عليه قوات الامن الباسله، لكن الاجوبه ما زلت منتظره الى الان. عديده وعديده جدا مع التذكير سراجا، وانه دونك فما دعوه جزائيه ضد القاضي، قاضي التحقيق المتعهد بملف شكري بالعيد رفعتها هيئه الدفاع، وكذلك فما اتهامات وجهت حتى الى شخصيه سياسيه ذكرتها مدام بالعيد، قالت فيه انه عماد الدائمي الامين العام للحزب المؤتمر من اجل الجمهوريه السيبير قاعد في اكثر من مره يمشي ويجلس ساعات مع قاضي التحقيق، على كل حاولنا من جهتنا الاتصال، فالملحقة الصحفية قالت لي وأنه عنده اجتماع في مدنين، إن شاء الله يكون ضيفنا في أول الأسبوع القادم. ما تبعدوش البعيد، مواصلين إن شاء الله بعد شوي مع روبريك هيدلاينز، فما موعد إخباري فلاش نيوز مع زميلتنا صفاء قصيلة بعد شوية، هنا رجعين. هيدلاينز صباحكم ان شاء الله يا ربي ديما مزيان. محمد ياسين حسن اوميكرو، ومعنا الكرونيكور استاذنا اللي قدره كبير برشا عنا سي محمد رجاء فرحات، ولكن حسستني بذنب سي رجاء. قلت لي سين نبداو بخبيرات مزيانه للتوانسه، ما نبداوش بالمشاكل نتاع البلاد، الله غالب هذه الصحف والجرايد نتاعنا شنو مشاكل البلاد، ما تغيبش. اما شنو الواحد وقت اللي تتهاطل عليه كما الامطار نتاع البارح، مبروك على الساعه الغيث النافع، مبروك علينا ان شاء الله. أمين. أمين. للفلاح الكل وكذا، هاي الامور الهامه أو الأخبار الهامة. سبختك بها الصباح هنا. خويا احنا نحبوا التفاؤل ونحبوا الرجاء دائما والفرح. أمين يا ربي. لكن المشكلة في الأخبار، وقت المستمعين نتاعنا يفيقوا الصباح يقول لك يا سيدي نبداوها الساعة بدري، نبداوها بالخير والبركة. لكن بعد تجيك الأخبار في الجهاز الإعلامي التونسي، في المنظومة الإعلامية كلها، وراء بعضها شكشوكة كبيرة بين الأخبار اللي مش هام بالكل يأخذ هو الصدارة، والأخبار الهامة جدا تولي في آخر الفقرة. في آخر الفقرة معناها احنا اش يهمنا الاقتصاد بل كل شيء، الخبز متاع التوانسة، المستقبل متاع أولادنا، اللي يهمنا هو المجتمع متاعنا، يهمنا تسيير البلديات متاعنا، النظافة متاعها، الإنارة، الكياسات متاعها منظمة خاصة وقت تصب الأمطار هذه كلها، يهمنا المستقبل أكثر من الماضي بكثير. لكن اش تلقى انت؟ تلقى في الشكشوكة متاع الأخبار اليومية تلقى الغث والسمين، تلقى الثانوي غالب الهام، بحيث هذا شيء يقلق ساعة ساعة في الصباح. صحيح. نتكلم باسم هكا الجمهور الجمهور الأغلبية. باهي، هل أنه مهم وإلا ثانوي؟ خبر متاع الصريح في الصفحة 3 وين ألفة يوسف كانت حاضرة في إذاعة جوهرة فهم، تقول في زمن بن علي كانت هناك دولة، وما نعرفش هل أنه أسوة بمعز بن غربية وإلا لا. تقول عندي معلومات مهمة، تهم برشا ملفات خطيرة في تونس، ولكن الاستثناء على معز بن غربية، تقول لك ما نتكلم كان قدام القضاء عندما قاضي تحقيق يقوم باستدعائها، مع التذكير وأنه تقول كي نقول لك مش معناها يلزم بن علي يرجع، لا، ولكن كانت في العهد ذاك دولة عكس اليوم. قمت نضحك البارح أن نتفرج في فيسبوك على بعض النسخ من الوثائق اللي تكلم عليها الأخ معز بن غربية، قلت هذه دليل على أن الفوتوكوبيوز في وزارة الداخلية تخدم ليل ونهار، وأن السكانير يخدم ليل ونهار، وثائق متاع أمن الدولة قاعدة تدور على الفيسبوك. مع الاحترام للإعلامي، مش بقعة الوثائق متاع الدولة مهاش الإعلاميين والمثقفين، راه هي تنذكروا بعض وثائق أمن الدولة في أمن الدولة، ما نلعبوش بأمن التوانسة يا ناس، ما نلعبوش البؤس، لعنة الله على كلمة البؤس هذه، شو ولات تحكم في الأمخاخ وتحكم فيها، يعني مثلا متاع هستيريا ولات يا ودي، مش معقول كل واحد يحل فمه اليوم يقول لك عندي نسخ،
قبل كانوا في الإدارة معروفة الكلمة ويضحكوا بها، أنا يا أخويا ما نبعث للسيد الوزير مذكرة إلا ما نخلي نسيخة في الدار، يبدأ يغطي في روحه معناها بالمسؤولية. عاد جماعة كل الناس كل عندها نسيخة، مش معقول يزيونا من لعب لعب ذراري رولا. معناها أنا حتى يجيبوا لك فليجة متاع وثائق قل لهم لا سيدي هذا مخالف القانون، نبداوش نلعبوا بمصلحة الناس ونهار من نهارات نزق نجيو في بير. معناها الشيء ماشي ويزيد يا ناس، الهبال هذا يلزمه يقف عند حده، هبال راه هذا تلاعب باسم الدولة. الكلمة متاع ألفة يوسف اللي هي أختنا ومثقفة وألماعية وعندها كتب هامة جدا وكذا، ما هيش في محلها، خاصة كانت ثم دولة فوق بن علي تحت الدكتاتورية ثم دولة على خاطر بالزلاط حويجة بركة. قال الآخر ثم شوية حوفة زادة، ثم مليارات من الدينارات كانت تتسرق يوميا من عرق الشعب التونسي ومن حقوق التوانسة، وكانوا الطرابلسية يحكموا في الشارع التونسي وكانوا يتصرفوا في التجارة التونسية. هذا ما نساوش، ما هيش دولة هذيك. وقت نقول كانت ثم دولة فوق بن علي ما ننساوش اللي ثم تسيب قانوني وثم سرقات مفضوحة ويعني تجبر على الناس على على على, على أصحاب المؤسسات. ثم مافيا مافيا تحكم في البلاد. شنو هذا نغطيه عند السمش بالغربالة؟ هذه دولة نتكلموا عليها. دونك كلام ألفة يوسف مش في بلاست، وعلى كل ما زلنا مواصلين مع الشأن الداخلي اليوم باش نحكيوا بعد شوية على البطالة كذلك على الشأن السياسي تود سويت بعد جنجل بوب. كابوتشينو مع ياسين حسن ورجاء فرحات كل يوم مثل الجمعة من 6 إلى 10 متاع الصباح على كابافان، صباحكم ديما مزيان. من شأن الأمني الداخلي فيما يهم قضية شكري بالعيد، تعدينا حكينا على مفهوم الدولة كما قالت دونك ألفة يوسف، هي حكيت وأنه قالت لهم ما ثماش دولة. نحب نتعدى في نفس السياق إلى عنوان آخر من نفس الجريدة، جريدة الصريح، وين فما مقال يقول سراجة رئيس الحكومة قال لا ورئيس الجمهورية قال ممكن، وعلاش لا؟ هنا نحكي على التحوير الوزاري، ثم ولا ما ثماش؟ كي نقرأوا عناوين هكا ثم دولة ولا ما ثماش سراجة؟ رو شيء طبيعي جدا أنه مسألة كما التحوير الوزاري يقع فيها أخذ ورد. رئيس الجمهورية أكثر تجربة من رئيس الحكومة من ناحية سياسية، لأنه أزيد منك بليلة وأزيد منك بحيلة معروفة. سيلباجي يعرف قوانين السياسة، يعرف وقت لي في الفريق الحكومي تقع بعض المشاكل كما مشكلة الأزهر العكرمي اللي عامل محاكمة في 7 صفحات، معناها مش شوية. البارح سي محسن مرزوق جاوب في حصة مريم بالقاضي في الحوار التونسي، جاوب على هالإشكالية وقال يلزمنا نعمل اجتماع في اللجنة التنفيذية وفي اللجنة السياسية متاع النداء باش نفركوا الرمانة مع سي الأزهر، بحيث ثم أزمة. وقت اللي ثم أزمة كما هكا في الفريق الحكومي ولو كان تحوير جزئي، هناك تحوير ما ثمش فيها كلام، على خاطر المنصب اللي كان يشغله سي لازار عكرمي وما أرضاش ياسر، ربما كان يحب وزارة الداخلية ولا وزارة مهمة، وزارة سيادة في الحكومة ما لقاش. لكن ما كانوا في العلاقة بين الحكومة والبرلمان ثم منصب وزاري شاغر، إذن يلزمنا نعينوا إنسان في بقعته، ثم ولا تكليف أي حد من الوزراء بنفس المشمولات. التحوير توا مشكلة في العدالة، مشكلة كبيرة زادة بعد الشيء اللي وقع البارح مع التصريحات متاع لجنة الشهيد شكري بالعيد. يعني هناك إشكالية كبيرة في وزارة العدل، يلزم البت فيها، يلزم السلطة التنفيذية تنظم أحوالها من مسألة هذه. دونك نحسوا الامور مفرطه ومسيبه شويه. لا مش مسيبه، هذه في طبيعه الامور. في طبيعه الامور الحكومه الفرنسويه تعمل تحوير كل شهرين تورا وكل 3 اشهر، معناها الحكومه الايطاليه كيف لان ثم مسائل تقنيه ما تستناش. احنا توا حتى السلطه السياسيه راهي تستجيب لروح العصر. العصر هذا عصر السرعه، عصر الاعلام السريع، مش الاعلام السريع الاني، مش سريع بركة الاني، معناها ليميديتمون، معناها بارفوا سيمولتانيمون عندك مشكله تقع ترد عليها الفعل مغدو الصباح.
قلت امور انفرت لانه نشوفوا في هالمده الامنيين قاعدين ينتقدوا في سلك القضاء، القضاء يرد ويقولوا مش معقول ونحن فوق النقد، ما ثماش اثباتات على الكلام، وانه بعض القضاة ما همش متمكنين من فرض سيطرتهم في ملفات ارهابيه. نشوفوا كيفاش الاستقاله ما تمرش عبر رئاسه الحكومه، نخرجوا في الميديا نحكي على الازهر العكرمي ولو دوبل ديسكور، ولو انه انت قلت طبيعي هذا ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه فيما يخص التحوير او التعديل الوزاري. نحكيه على اخر عنوان يهم الشان الداخلي قبل ما نمشيه شويه على الشان الامني اللي يهمنا اكثر وموضوع مهم برشا ولازم نحكيه فيه، الخطر نتاع داعش اللي جينا من ليبيا. ولكن تود سويت سيراجي، كذلك اخر عنوان لنا اليوم اخترناه في جريده الصريح، البطاله يستعدون لتصعيد تحركاتهم الاحتجاجيه، نحبوا نخدموا او منحه 200 دينار والعلاج والنقل المجاني على الاقل، لانه دابري الارتيكل هذايا ابتداء وانطلاقا من يوم 22 اكتوبر بساحه الحكومه بالقصبه باش يتلموا البطاله في جمعيات ومنظمات اللي تمثلهم، وباش يقعدوا غاديك يطالبوا بالمطالب هذه. ان شاء الله ما نرجعوش نراوك تصور نتاع 2011 الاولانيه، سامحوني في الكلمه برشا وسخ، ناس شباب يسكر، شباب يستهلك في الزطله، فلوس جايه من الاحزاب. دونك ان شاء الله يا رب القضيه هذه قضيه هذا فقط سيدي ياسين، ما كانش هذا فقط، قول لي كانت تعبير على غضب وغضب مشروع. لو احنا دائما نحب حريه نظام عداله دولة القانون، دولة القانون تفرض اهتمام الدولة بهالصنف المغيب. البطالة أولادنا، البطالة جزء من الجسد، إذا تألم عضو منه تداعت له كل الأعضاء بالسهر والحمى. هذوما ناس شباب ملوح يبدأ في القصرين ولا في جابس ولا في الساحل ولا في ساقس، معناها ما ثماش المناطق المهمشة موجودة في كل ولاية، ما نحصروهاش في جهه جغرافيه. هذا يستحق على الاقل الالتفاته الاجتماعيه، يلزمه يلقى بطاقه علاج، يقعد يكر في ساقه مجروحه ولا سنيه مكسره ولا عينه معناها فيها مشكله، نحسوا هالامور هذه لان كنا ابناء الشعب. كيفاش تعمل الام نتاعه ولا مرته ولا اولاده ولا معناها واحد تلقاه في الهامش نتاع الهامش، يلزمه المكافاه هذيك اللي عملوها في الحكومه الاولى نتاع الثوره نتاع 200 دينار هذيك في صندوق امل، اظن صندوق امل وقتها اي برومير ميستر وزير الشؤون الاجتماعيه اي في عهد الباجي قائد السبسي، عهد الباجي قائد السبسي الاولى كانت احسن شيء. وليس ذلك على تونس بعزيز ان نلقاو المليارات الكافيه باش قبل كل شيء تلبي الحاجة الإنسانية الأساسية الجوهرية متاع بشر متاع مواطن تونسي اللي خليناها على الهامش، السياسات الفاسدة متاع قبله وغير خليناها على الهامش. على الأقل ردة الفعل هي كالصناديق موجودة، هي الآليات موجودة، 180 دينار وكذا من وزارة الشؤون الاجتماعية باش الشباب اللي عنده ديبلوم مثلا ما يقعدش ملاقع في الشارع. الأخرى نجم ما نقولش يشري سيجارو، أنا ضد السواقر وضد الدخان. الأخرى يعمل قهوة بشرف ويهز كيلو لحم مرة في الشهر لأمه، معناها هذه أمور أساسية باش ما يضيعش الأمل، باش ما يأيسش من تونس، ما يأيسش من التضامن تونس. رانا مجتمع مبني على التضامن العائلي والاجتماعي. إذا المطالب نتاع البطل، المطالب المعقولة هذه يلزمنا نستجيبوا لها، ما فيهاش أي نوع من التريث ولا التفكير ولا كذا. سفري هو سيراجي لازم لا كونكريتيزاسيون نتاع الوعود الانتخابيه. قبل كي حكينا على سيلباجي وفيما يهم قضيه شكر بالعيد وعلى الوعود الانتخابيه يا بابا كرار سليت الكلمه هذه سيراجي، لانه كما انت تو ذكرت وانه في حكومه الباجي قائد السبسي الاولانيه وقتها سعيد العادي كان تم المشروع هذا، طلعوا شويه نباره ما يصيرش منه الكلام هذا، اهانه للشباب، حاولوا تلقاو حقوق فعليه في ما يهم التشغيل للشباب، مش تعطي 200 دينار. لكن في الوعود الانتخابيه الاخرانيه نتاع نداء تونس في البرنامج الاقتصادي، ومازال الكتيب نتاعي اللي خديته من عند نداء تونس، كيما النهضه كيما برنامج سي محمود بن رمضان اكزاكتومون اللي هو وزير النقل توا محطوط فيه ومنصوص على انه باش يصير تفعيل هالبروجي هذا الصندوق هذا 200 دينار. دونك كلام معقول برشا نتاع سي رجاء، على الاقل مره في الشهر يهز طريف الحم لامه ولا حتى هو باش يشري روحه ياكل. نمشي طول امور جديه كذلك على مستوى الحدود مع ليبيا، بعد ما كان في تصريح ليه سي الباجي قائد السبسي
قال ردوا بالنا راهو داعش قاعد يقترب من حدودنا في زيارته إلى مصر. وعنوان آخر في جريدة الشروق صفحة 20، ضرب الدواعش وشيك والحديث عن زيارة رئيس أركان الجيش الليبي إلى تونس اليوم سراجي، دونك زيارة إلى مصر اليوم رئيس أركان الجيش الليبي. أهم المتغيرات اللي يلزمنا نفهموها ما بين تونس وليبيا على المستوى الأمني. احنا في كابي فهم في تحليلنا لزيارة سيلفاجي قاد سبسي للرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، جبدنا أساسا على البركان الليبي. أهم مشكلة للأمن الوطني اليوم هي ليبيا، هي الملاذ، هي الملجأ لكل المغامرين، لكل من يسمون أنفسهم غلطا بالجهاديين، لكل المغامرين في العالم العربي والإسلامي. ثم هي معركة إعلامية قبل أن تكون عسكرية. بربي دائما وأبدا نختجينا ظاهرة كما داعش نهتم بها بصفة جدية، ما همش كما قلنا الفاشلين في التعليم اللي يمشيوا، لا 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 لا. نخبة الجيش العراقي متاع صدام حسين ومتاع المخابرات هي اللي تسير، منهم أبو بكر البغدادي، هي اللي تسير في داعش، هي منظمة أساسا عراقية. ولأنها ما لقاتش متنفس اليوم بعد احتلال الموصل، متنفس مع الأغلبية الشيعية والكردية في العراق، باش نذكروا السيدات والسادة المستمعين، العراق راهي 60% شيعة، 20% أكراد سنة لا محالة، لكن أكراد قبل كل شيء، و20% عرب سنة، إذن أقلية. ما لقاوش متنفس، مشاو للأغلبية السنية متاع سوريا، السنة في سوريا 80%، ما نغلطوش. هاوك علاش السنة في سوريا ترد الفعل بعنف ضد كل وجود أجنبي، نقولوا شيعي إيراني ولا حزب الله متاع لبنان. هذه أشياء يلزمنا نفهموها، ونفهموها هذه من حقوق الإنسان كذلك أنه يدافع على مذهبه الديني. الشيء اللي وقع في ليبيا شنية، متنفس، صحراء مترامية الأطراف، القدافي الله يرحمه خلى مخزن أسلحة عملاقة مليارات من الدولارات شريهم من الاتحاد السوفيتي الشاك ورشاك بفلوس بترول متاع الشعب الليبي، وخلى مخازن حتى في الصحراء متاع ما يعرفها حتى حد إلا الضباط القدم متاع القدافي وجماعة المخابرات متاع القدافي اللي ولاو تحت غطاء الحركات الجهادية، وهي حركات قبلية. ما ننساوش التركيبة القبلية متاع 30 قبيلة كبرى في ليبيا، وكل قبيلة تضرب على دربها، الزنتان والغريان والفراجين اللي منهم خليفة حفتر توا القائد العام للجيش الليبي. معناها راهي مسألة معقدة يلزمنا نتلهاو بها شيئا فشيئا. إن شاء الله احنا في أسرة التحرير متاعنا في كابي فهم كل مرة نجيبوا عناصر جديدة، راهي مش أسرار، ماهيش وثائق وزارة الداخلية اللي قاعدة تدور بالفوتوكوبي، لا، هذه مسألة هامة، جبهة قتال كبيرة وجبهة إعلامية. راهو ثم بارشة تعتيم، راهو يقول لك الدواعش، يكفي ان الواحد يلبس سيرفيتمون اكحل ويعمل علمك العلم اللي فيه يعني غلطا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يصبح داعشي. هي هذه حكايه ميزونسين، هذه حكايه مسرحيه، راهي في بعض الاحيان حتى عصابه قبليه في درنا ولا في تعمل تلبس هكا داعش وتقول راني بايعت الخليفة في كذا. تعرف المبايع، ما وجانا سي عصام الدرور كان المبايع تقبل الانترنت، راهو وكأنك باش تطلب باش اسمه باش تطلب تنس ان دوكيمون ا ديستانس، دوكيمون ا ديستانس، معناها حيث ما ثماش مش قيادة عامة للأركان وجنرالات ملمومة وتنظيم معناها عسكري وإرهاب، لا لا لا، راهو في بعض الأحيان الظاهرة إعلامية لترهيب الناس، لنشر الرعب بين الأعداء، وخاصة الدولتين أو الثلاثة دول اللي ذكرناها، مصر تونس والجزائر. الجزائر عندها درع كبير هو الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية اللي ورات، اللي هي قادرة على رد الفعل. تونس اللي هي يعتبرها ضعيفة لكن ورات كذلك أن عندها جهاز أمني وعسكري قادر على رد العدو الداخلي في التراب التونسي. ومصر اللي ما تسحقش لتعريف، وقت اللي ضربوا 20 قبطي مصري وذبحوهم معناها بصفة
بصفة إعلامية بالفيديو وكذا، أهبط الجيش المصري وضرب الدواعش في شرق ليبيا بصفة قاسية جدا. والطائرات المصرية روحت على روحها ورجعت القواعد متاحها. كان هذا دونك رأي سراج فرحات في مسألة الشأن الأمني ما بين تونس وليبيا ومصر والجزائر. عنوان آخر في جريدة الشروق، لماذا تغيب الأخلاق عن السياسة؟ هذا تنعلق عليه بعد من خلال ليديتو اللي سراج باش يعطينا البورتري متاع السياسي اليوم في تونس. ما تبعدوش البعيد، هنا راجعين، ما تعملناش مشاكل مع الناس. بعض القلة، بعض الشخصيات السياسية، بعض القلة. أنا صلحت كلمتي في روبريك ليديتو. كابا فان الكلمة ليك.